السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا جدا، بتديله أي صورة ويبدأ إن هو يخلي لك فيها حركة. كل اللي احنا علينا نعمل أبلود أو نعمل دراج أند دروب، فاختار صورة وليكن مثلا الصورة ديت، وهو في ثواني من غير ما أعمل أي حاجة خالص يبدأ إن هو يحط حركة في قلب الصورة. تمام، يعني الصورة دي المفروض إنها ثابتة، هو عرف الشخص هنا وبدأ يخليه ياخد حركة غير حركة الخلفية، فبيبان إن في حركة في قلب الصورة. تمام، تقدر طبعا إن أنت تخصص السرعة بتاعة الحركة والستايل وتخصص كل حاجة موجودة في الصورة، لكن هو من غير حاجة خالص هو بيبدأ يعمل الحركة ديت، بيعمل أداء كويس. بعد كده تقدر ان انت تحمل الصورة او تقدر ان انت تشيرها لو انت حابب. الصورة دي اصلا معمولة بالذكاء الاصطناعي، او تقدر ان انت تشير الرابط دوت او تسيفها MP4 او تسيفها GIF او تسيفها اي امتداد من دول.